طب قوليلي ايه اهم المعروضات القبطيه اللي موجوده للمرحله دي، لان برضو حتى في جوله سياده الرئيس ما تمكناش ان احنا نشوف ده. احنا عندنا بعض العملات البيزنطيه، وعندنا العصا بتاعت البابا، وعندنا المنجليه، وعندنا لا في حاجات كتيره معروضه بصراحه. بس طيب بيسالوني سؤال مهم عشان اساله لحضرتك، الزياره الافتراضيه اللي هي الفيرتشوال فيزيت من خلال الويب سايت، وممكن يكون لها تذكره او حاجه ماليه او كده، ايه بالظبط وصلنا لفين؟ اطلقنا الاول احنا الويب سايت الخاص بالمتحف، اطلقنا من حوالي اسبوع يوم 31 بالظبط الويب سايت بتاعنا. انا فاكر فعلا شفت الخبر ده. namic.gov.eg ونقدر كمان نركز عليها جت تيكت احجز تذكرتك، نقدر نحدد التاريخ اللي احنا عايزين نيجي فيه المتحف. كذا تذكره انت حياتك عايزها ممكن تحجزها اونلاين، وبتيجي حضرتك بالموبايل المتحف، بتحط بس على الموبايل الباركود على التذاكر الالكترونيه عندنا، يتفتح القاعه وتخش على طول، مش محتاج تعمل اي حاجه خالص في المتحف او تحجز اي حاجه. طب احنا اطلقنا الزياره الافتراضيه بقى اخبارها ايه؟ احنا حطينا يعني في زياره افتراضيه لقاعه يعني شويه من قاعه العرض المركزي بس مش كامله، ولسه ان شاء الله هنكمل في الزيارات الافتراضيه بعد كده، بس هي لسه بنحاول دلوقتي نكملها، لان يعني في حاجات جوه البتارين مقفول عليها، زي خيمه في خيمه كده مقفول عليها جوه القاعه دي، جواها توابيت محدش يعرف جواها ايه، فاحنا دي عايزين نعملها زياره افتراضيه ان شاء الله في الخطه بتاعتنا الجايه، وهتتعرض على الويب سايت ان شاء الله بحيث كل واحد يقدر يتفرج عليها. طيب انا طبعا يعني عايز اتكلم كلام كتير عن التفاصيل المبهره الخاصه بمبنى الاستقبال، وجود مسرح وسينما وقاعه اجتماعات وبازارات واماكن ترفيهيه، الكلام الرائع اللي قاله الدكتور خالد ده، نفسي اعرف هيشتغل امتى. بس عندي سؤال مهم، علاقه بقى المتحف بتحويل القاهره لمتحف انسانيه مفتوح حسب توجيهات سياده الرئيس، وده مش مستحيل لان احنا شفنا ميدان التحرير بشكل عبقري يوم نقل المومياوات يوم السبت، وشفنا تطور عين السيرة، وشفنا يعني فاضل بس ان احنا هنلحم الحتة دي ببعضها، بقت عندنا القاهرة كلها متحف مفتوح. بالظبط، احنا عندنا في المتحف لما فكرة نقل المواد دي بصراحة ساعدتنا كتير جدا ان احنا نطور المنطقة المحيطة بالمتحف. يعني احنا عندنا بحيرة عين السيرة، حياتك اكيد شفتها قبل كده كانت معمولة ازاي. أيوة. والعشوائيات اللي فيها ونفس البحيرة نفسها كان يعني الصرف بتاعها، الصرف بتاع العشوائيات دول كان جواها. دلوقتي تطوير البحيره بقت شكل رائع، بقى حواليها تشجير، الزائر وهو جاي عندنا هو هيفوت كمان عند مجمع الاديان، يعني احنا عندنا لما الزائر بيجي هيفوت مجمع، هيشوف على مجمع الاديان، هيشوف السبع كنايس، هيشوف جامع عمر، هيشوف المعبد اليهودي، بعد كده يخش على متحف الحضاره اللي هو مقابل التاريخ للعصر الحديث والمومياوات، يعني هي زي رحله يعني متكامله في المكان، في المكان دلوقتي اللي عندنا في الفسطاط. طب قولي لي ايه الخطه لتشغيل الخدمات اللي انا قلت عليها في السؤال اللي فات؟ تمام، احنا دلوقتي اشتغلنا فتحنا في موجود كافيتيريا، احنا عندنا المتحف طبعا متحف الحضاره، هو مش مجرد متحف للقطع الاثريه والقاعات، لا ده صرح حضاري ثقافي، احنا عندنا مسرح 500، عندنا مسرح 332 كرسي، عندنا سينما، عندنا 42 محل تجاري، عندنا قاعة محاضرات، قاعة اجتماعات، عندنا ثلاث مطاعم، عندنا يعني بازارات كتيرة، عندنا بيت هدايا اللي اتفتح دلوقتي، كافيتيريا وبيت هدايا، إن شاء الله في مستثمر يجي ياخد الأماكن الباقية، وإن شاء الله نقدر خلال شهرين كل الأماكن دي هتشتغل ثقافيا وحضاريا، بحيث نرفع مستوى يعني العائلة المصرية ممكن تيجي تستمتع باليوم كله، دي يوز زي ما بيقولوا كده، دي يوز، يشوفوا مسرح، حاجه ثقافيه، حاجه فنيه، يقدروا يشوفوا القاعات بتاعتنا، يشوفوا المومياوات، يستمتعوا على البحيره بالمنظر، يقدر يقضي يوم كامل ثقافيا وحضاريا. عارفه حضرتك طبعا تجربه الهولي لاند اكسبيرينس اللي هي موجوده في اورلاندو في امريكا وفي اكتر من مكان في العالم، قضينا يوم عبقري كاننا في اورشليم، مكات لاورشليم، وكمان بقى في مسارح صغيره قاعات ومسارح ضخمه، كانوا عاملين سالفيشن، عاملين عرض اسمه الخلاص، ممثلين مخصوص بيعملوا العشاء الاخير، بيعملوا بيت يوسف النجار، عايزين المسرح يبقى فيه يعني حاجات من اسطوره ايزيس واوزوريس والحاجات ديت، تبقى شغال طول السنه بحاجه عظيمه يعني. بالظبط، واحنا يعني في حاجات ابتدينا نشتغل عليها دلوقتي بس مش عايزه احرقها غير بعد، يعني ان شاء الله قريب هنبتدي نعلن عنها،
يعني احنا بنحاول كمان نعلم النشء الصغير. احنا عندنا في المتحف في فصول التربية المتحفية، يعني ازاي الطفل يعرف الحضارة بتاعته زمان كانت أي. شكلها عامل ازاي، النهارده بقت ايه، علشان ما ينسوش التاريخ بتاعهم. ففي عندنا جايبين مثلا حاجات زي الليلة الكبيرة، الأطفال يقدروا الله. يستمتعوا بيها، يقضوا الحاجات يعني يشوفوا يعني يقضوا ويستمتعوا بيوم كامل في المتحف إن شاء الله. بشكرك جدا يا استاذه فيروز، بس يعني توعدينا يبقى في لقاءات دائما تابع كده الطفرات اللي هتعملوها، مش هقول النقلات. لا خلاص، لا خلاص اوكي تمام. لا جزيل ان شاء الله قريب هتسمع حاجات كويسه في المتحف ان شاء الله. شرفتينا يا فندم، شكرا جزيلا. ميرسي ليك، شكرا. جزيل الشكر استاذه فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئه المتحف القومي للحضاره المصريه للاداره والتشغيل.